دلوقتي هنعرف مع بعض ازاي نحول قالب المتجر الالكتروني لقالب تسويق العمولة. بالنسبة لقالب المتجر الالكتروني بتظهر فيه السلة وجنب المنتج بالطريقة ديت بالشكل ده وبالشكل ده. بالنسبة لنسخة تسويق العمولة ما بتظهرش فيه سلة خالص، مش شايفين كده. اول ما بتضغط على المنتج يظهر لك زر اشتري الان. عشان تحول القالب بتاعك من متجر الكتروني الى تسويق بالعمولة فانت بتختار التنسيق، بتضغط على التنسيق وتروح على نسخة الافليت، تضغط على كلمة تعديل، بعد كده بتضغط على كلمة المحتوى، عند كلمة المحتوى بتكتب ترو، بعد كده بتضغط على حفظ وحفظ اللي تحت ديت. تمام، اول ما بتظهر رسالة تم الحفظ عرض المدونة الالكترونية، تمام، روح اعمل اعادة تحميل للمتجر بتاعك. هتبص تلاقي اختفت السلة من جنب المنتج واختفت برضو من هنا، اصبح القالب بتاعك عبارة عن قالب تسويق بالعمولة ليس قالب متجر الكتروني. عايز ترجعه تاني متجر الكتروني فانت بتروح للتنسيق وبتزيل كلمة ترو، بتزيل كلمة ترو بس كده، تضغط على حفظ وحفظ اللي تحت ديت. تمام، اول ما بتظهر رساله تم الحفظ عرض المدونه الالكترونيه تروح تعمل اعاده تحميل. تمام كده، اول ما ظهرت الرساله تعمل اعاده تحميل، هتلاقي السله ظهرت هنا وظهرت. تمام، اصبح القالب بتاعك متجر الكتروني. دلوقتي احنا رجعنا المتجر بتاعنا لمتجر تسويق بالعمولة، نيجي نضغط على المنتج مفيش زر شراء الان او اشتري الان، مفيش الزر ده اللي هو زي ما موجود في المعاينه الخاصه بالقالب على الصفحه الرسميه. ازاي نضيف بقى الزر ده اللي هو اشتري الان ده؟ نضيفه ازاي؟ هنروح دلوقتي للكود اللي احنا حملناه عند القالب اهوت وفكنا الضغط عنه، نفتح ده ونفتح روابط مهمه، نلاقي هنا زر كود اهو، كود الشراء في نسخة الافليت. تمام، فهناخد الكود ده كده كله كوبي او كات ونروح على المشاركات، دي المنتج اللي احنا عايزين نضيف له زر الشراء. تمام، وبعد كده بنضغط على علامة القلم ديت عرض ال HTML وننزل بعد الاكواد دي شوية كده، بعد كده كمين باص. تمام، نيجي عند ال href ده، بعد ال href في هنا كود وكود، هنا بقى نحط الايه؟ هنحط هنا الرابط الخاص بسويب العمولة، يعني احنا بنجيب الرابط ونحطه هنا، بعد ما نحط الرابط هنا، بعد ما نحط الرابط هنا، تمام، هنضغط على علامة التعديل دي. بعد كده بنعمل عرض بعد الانشاء. تمام، هنيجي بقى بعد كلمة اشتري الان ديت ونقفل المؤشر كده بتاع الماوس ونضغط انتر في الكيبورد مرتين تلاتة اربعة خمسة كده عشان نعمل مسافة. احنا هنروح بقى هنا نعمل تحديث، هنبصوا زي ما انتم شايفين ظهر زر اشتري الان ظهر هنا اهو. تمام، ضغطنا عليه زي ما انتم شايفين الشباك اللي احنا حطيناها ظهرت هنا فوق. على افتراض ان ده رابط تسويق بالعمولة احنا مجهزينه، ناخد الرابط ده كده كله كده قط مثلا، نروح على المشاركة او المنتج يعني ونضغط على السهم ده ونضغط على عرض HTML ونروح على زي ما قلنا على الكوتس بين ال href والكوتس ديت المكان اللي انا حطيت فيه الشباك ده، كليك يمين باست واحط الرابط، والرابط لازم يكون بعد href، بعد href، بعد الشباك، بعد يساوي، هنا في كود وهنا كوتس، بين الكود دي والكود ديت الرابط يكون هنا بالظبط. بعد كده تضغط على تعديل، بعد كده هارد وان الانشاء. تمام، بعد كده بترجع وتظهر المنتج بتاعك. تمام، زي ما انت شايف كده، لو انا ضغطت بقى على اشتري الان هيودينا على طول الى زي ما انت شايفين. تمام.